شتي كيف هذا الرادار هذا ويزيد في السرعه، كون على يقين انه شبع مخالفات وغادي يتسبب في سحب الرخصه نهائيا ما بقيتش شتها. والدوله راه ما كتلعبش. واش نتوما في نظركم انه كلفها كل رادار تقريبا 50 المليون باش اننا حنا نوضوا ونفوتوها ونزيدوا في السرعه؟ جاو ليهم المخالفات حتى للدار. راه تخيلوا كيجيكم المخالفات حتى للدار. السلام عليكم ورحمه الله اخوان، كلشي مزيان بخير وعلى خير. كيف موالفين انني اي حاجه جديده واي حاجه في الصالح ديالكم كنجيبها لكم؟ غير اللي بغيت انني نوريكم اليوم بالضبط لي بزاف ديال الناس انهم غالطين بالنسبه لهاد الرادارات هادو، بحال الرادارات اللي كانوا قدام راه غالط بزاف. واغلبيه ديال الناس راه تحيدت لهم الرخصه، وانا قررت انني نهضر على هذا الرادار هذا لانني جلست مع الناس تسحبت لهم الرخصه نهائيا بسبب ديالهم هذا الرادار. راه الرادار هذا جديد هذا الاخوان، ماشي هو الرادار القديم. الرادار القديم مازال كما كنشوفوا بان راه ممكن انك غير تفوت وتزيد في السرعه، انك تخبع مورا شي واحد وكذا ما يشدكش ديتيكتيغي الطوموبيل اللي قدامه. هذا الرادار هذا جديد، راه رادار متطور والسميه ديالو راه ماشي الرادار، راه ليدار. هذا السميه ديالو ليدار. خصكم تعرفوا انه قادر انه يديتيكتي القدر ديال 25 سياره في وقت واحد، في وقت واحد يديتيكتي 25 ديال الطوموبيلات، وقادر انه يكونترولي 4 ديال المسالك، يعني 4 الطوموبيلات غاديين و4 جايين. يعني راه مشات ديك الفكره ديال انه غير تفوت الرادار تزيد، وقادر انه في وقت واحد وفي سياره واحده قادر انه يشوف يعاين ديك المخالفات داخل السياره اللي منهم تكون مع ما دايرش الصمته. راه الناس اللي ما دايرينش الصمته راه كيقيدها، وكذلك الناس اللي شادين التليفون يعني التكلم في الهاتف اثناء القياده، وكذلك حتى المقاعد. وقادر انه يديديكتي يعني الوقت. والغريب في هذا الرادار هذا واللي بغيت نوصل لكم هو انه الناس اللي كيفوتوا داك الرادار ويزيدوا في السرعه، راه ما بين الرادار A والرادار B، يعني ما بين رادار ورادار، قادر انه يحسب لك الوقت اللي استغرقتي من داك الرادار الاولاني للرادار الثاني. يعني راه ماشي غير تقول غادي تفوت ديك الرادار وتزيد في السرعه، راه الا زدتي في السرعه الرادار الثاني غادي يحسب لك الوقت اللي استغرقتي من الرادار الاولاني حتى للرادار الثاني، وغادي يشوفوك بان راك زدتي في السرعه وغادي تحرر في حقك المخالفه. راه الناس الاخوان كما كتعرفوا انا اي حاجه في الصالح ديالكم راه كنجيبها لكم باش تستافدوا منها. راه بزاف ديال الناس مشاو ليهم الرخص غير بهذا الرادار هذا، والدوله راه ما كتلعبش. واش نتوما في نظركم انه كلفها كل رادار تقريبا 50 المليون باش اننا حنا نوضوا ونفوتوها ونزيدوا في السرعه؟ راه الرادارات ديال شحال هادي راه هما ماشي الرادارات ديال دابا. كما قلت لكم راه الرادار ديال دابا راه متطور بزاف، وقدر انه يعين اي مخالفه كما بغات تكون. وحتى الناس اللي كيحرقوا الضو احمر وباش تهلات بزاف الدوله، هي ان الجهه ديال الدار البيضاء راه تقريبا حتى 108 الرادارات، والجهه ديال مراكش اسفي راه عطاتهم تقريبا 92 رادار، والجهه ديال الرباط سلا قنيطره راه 69 رادار. اللهم اني قد بلغت. حاولوا انكم تفادوا ذاك التهور واحترموا قانون السير. الانسان انه يحترم قانون السير. وانا راه ما جيت ندير هذا الفيديو هذا غير لانني تلاقيت مع ناس مشاو ليهم الرخصه. علاش؟ لان جاو ليهم المخالفات حتى للدار. راه تخيلوا كيجيكم المخالفات حتى للدار، درتي 30 مخالفه ولا 20 مخالفه ولا، راه كون على يقين ان الرخصه ديالك غادي تمشي. بارطاجيوها مع الاخوان باش الناس تاخذ بعين الاعتبار هذا الرادار هذا. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.